الموضوعات اللي بتكون يعني مهمة جدا 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 هي باور فاكتور كوركشن. طيب احنا ليه اصلا بنعمل اصلا باور فاكتور كوركشن؟ انت ممكن اصلا يبقى عندك في المنشأة، وده دايما بتيجي تركب خلاص وبتخلص تركيب، بتلاقي عندك مفروض شركة الكهرباء بتقولك ان انت لازم تشتغل عند 9 من 10 كباور فاكتور، ولو اقل من 9 من 10 بتدفع غرامة، اكتر من 9 من 10 بتاخد بونص. تمام، بيقلل لك تعرفة الكهرباء. طيب اقل من 4 من 10 باور فاكتور بيشيل من عندك الصباغ خالص، بيقطع من عند المبنى كله الكهرباء. اقل من 6 من 10 بيقل ايه، بيدبل الغرامة. يعني اقل من 9 من 10 غرامة ليكن مثلا اكس، اقل من 6 من 10 2 اكس. تمام، اقل من 4 من 10 لا انت كده مش هيبقى عندك كهرباء اصلا، هيقطعها. تمام، فانت لازم يبقى عندك الباور فاكتور عندك يبقى 9 من 10. طيب بعد ما بنيجي نركب الحاجات مثلا او المعدات مثلا في المبنى، بتيجي في الاخر تقيس شركة تقيس كهرباء، بتقيسها عن طريق لما بتحط عندك ميتر، بيقيس واحد بيقيس باور والتاني بيقيس رياكتيف باور، وبتجيب العلاقة ما بينهم، فبتجيب الباور فاكتور، او واحد بيقيس الاس والتاني بيقيس البي، برضو بتجيب العلاقة بتقسمهم على بعض، او بيبقى فيه اسلوسكوب فبيحط الاسلوسكوب فبيشوف الفيس شيفت. دي طريقة انا مشفتهاش يعني، بس ممكن تعملها، بتشوف الفيس شيفت بين التيار والفولت، فبتقدر تحدد ايه الباور فاكتور اللي شغال. فالباور فاكتور لو اقل من 9 من 10 فانت لازم تركب حاجة اسمها كاباستور بانك. طيب كاباستور بانك ده بيبقى عبارة عن كاباستورات زي ما انت شايف هنا كده اهو، تبقى ايه كذا، عبارة عن كذا كذا كباستور توصلها بكونتاكتورات وموجودة على الايه على الشبكة. ما بتخشش مرة واحدة، يعني مش بروح مثلا اشتري مثلا كباستور بانك محتاج مثلا 500 كيلو فولت ايه او ايه فار، 500 فار. فما بروحش اشتري اقول له انا عايز 500 فار، لا انت بتشتري حاجة اسمها ستيبس، بتخش ستيبات، ان احمال عندك طول ما انت الشبكه عمال ايه عمال تفتح وتقفل مثلا في الدات، مش عارف الصبح مثلا بيبقى في مثلا موظفين مثلا لو في مكتب او مبنى اداري شركه، بالليل مثلا مبيبقاش في حد، فانت طول الوقت اللود عمال يطلع وينزل، فبالتالي الباور فاكتور بتاعك والتيار اللي عمال يتسحب والفيز بتاعته عمال ايه تروح وتيجي، عشان خاطر الايه الكشافات زي ما احنا عارفين هي تعتبر فيها رياكتيف باور، والباور فاكتور بتاعها بيبقى سيء جدا، حتى ما بيحطوا لها ساعات حاجه اسمها انديفيدوال كاباستور، بيحطوا لكل كشاف بتشتريها بتلاقيه دايما في الكارته كده بتاعت الليد بتلاقي فيه كاباستور، ده بيبقى ايه بيبقى كاباستور كوركشن يعني الباور فاكتور. حتى انت بتشتري اللمبه ساعات ممكن يبقى كده 9 من 10 مثلا باور فاكتور ايه كوركشن. تمام، طيب هو مبدئيا ينفع اشتغل على باور فاكتور واحد؟ لا احنا مش عايزين اصلا نشتغل واحد، يعني مش معنى حضرتك تحط كاباستور بانك فتروح هناك فتوصل لواحد يعني، لا احنا بنعمل في الديزاين بنعمله على 95. تمام، فانت ما ينفعش توصل واحد. ليه ما ينفعش توصل واحد؟ ان اصلا الرياكتيف باور دي اصلا تعتبر الفلوكس بتاع المواتير، فانت لو ما فيش فلوكس الموتور مش هيدور، فانت لازم تسيب الراوند 5% زي ما بنقول 95، فبتسيب الخمسة اللي فاضلة دي عشان خاطر الرياكتيف فار بتاع المواتير، تقدر تعمل انيشيشن للفلوكس بتاعها. تمام، فانت ما ينفعش تشتغل اوريدي على باور فاكتور بواحد، ما ينفعش يونتي دي خالص، خصوصا كمان ايه لو في مصنع ما ينفعش، فاهم؟ فانت اخر حاجة 95. تمام، طيب انا دلوقتي عندي الباور فاكتور. طيب الحاجات دي بيبقى ستار، حتى سوري بيبقى 3 فيز، 3 فيز اهو يونت، او مثلا دي 25 دايما بيبقى اول ستيب بتبقى 25، وبعد كده اي ستيب بقى 50، 50 فار، والستيبات بيخشوا ايه ورا بعض عن طريق كونتاكتورات، بيبقى في كنترولر بيشوف ايه اللي يخش ويبدا يخرج ويدخل ايه من الايه من الكاباستور بانك دي على ايه كمراحل. طيب اول حاجه احنا بنوصل، طيب الحاجات دي الكاباستورات دي بتبقى متوصله ستار ولا دلتا؟ طيب
هيبدأ متوصلة دلتا. ليه دلتا؟ لو حضرتك جيت شفت كلمة دلتا كده بتلاقي هنا في كلمة ايه؟ بتلاقي في تلاتة. طيب تلاتة دي معنى كده انت قيمة السي أقل بثلاث مرات من لو اتوصلت ستار، فبتوفر. ليه أنا أجيب ليه سي كبيرة؟ ما أنا ممكن أوصلها بتوصيلة تانية، اختلاف بس التوصيلة، وأوفر التلت. معايا؟ انت بتاخد تلت الحاجة بس، يعني وفرت تلتين، فانت كده انت موفر جامد. فدايما كاباستور بانك بتشتغل دلتا. طيب ممكن لو انت مش عارف دي جات منين اقول لك بس بدايتها كده. انت عارف ان الاس بتكون في في اي، صح؟ طيب وانت عارف ان الاكس سي هي عبارة مثلا على في على اي. طيب انا شغال ايه؟ شغال ماجنيتيوز مش شغال بولر، تمام؟ طيب انت عارف، طب هنا دلوقتي هيبقى ايه؟ الاي هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ اس على في. طب عوض دي هنا، هيبقى في سكوير على اس، تمام؟ طيب حضرتك، هو سوري انا اسف، هو ده مش هيبقى، مش هتبقى اس، هتبقى هنا كيو. هنشتغل كيو عشان احنا هنا مش شغالين زد، احنا شغالين شغالين اكس سي. يعني لو كان هنا كان زد كان هيبقى هنا هيبقى اس، بس احنا شغالين اكس سي بس، تمام؟ فهمسح بس الكلام ده، تمام؟ فهنا خلاص هيبقى هنا في كيو عشان خلاص انت شغال ايه؟ اكس سي، تمام؟ طيب هبدأ هنا كده اشيل ال اكس سي. انت عارفين ان ال اكس سي هي ايكوال تو ايه؟ واحد على اتنين باي اف سي. طيب انت عايز قيمة السي يعني ايه؟ طلع ده ونزل ده تحت، فهتبقى هيديلك ان قيمة السي يعني اعمل ايكوال ده لده، هديك في الاخر ان فهنكتبها هنا كده، يبقى واحد على اتنين باي اف سي. دلوقتي عندك قيمتين بيساووا بعض، انت عايز السي، طلع السي فوق، فالسي هتساوي هتبقى طلع ده واعكس الناحية التانية، هيبقى الكيو على في سكوير في اتنين باي اف. طيب ده انت لو شغال ايه؟ ده كده هنا انت شغال ايه؟ سنجل فيز. انت حضرتك هتشتغل ايه؟ ده لو سنجل فيز. طيب ده تيار ايه ده؟ ده تيار فيز وده فولت فيز. طيب انت حضرتك لو شغال 3 فيز، كل حضرتك بس هتزوده، هيبقى هنا في 3، هنا هيبقى في هيبقى 3، تمام؟ فالتلاتة دي هتيجي ايه؟ هتبقى تحت هنا. طيب برضو ده تيار ايه؟ فيز، تمام؟ طيب دي 3 فيز. طيب ده انت ايه لو شغال ايه؟ دلتا، لان جهد الفازة ما بتساويش جهد اللاين، تمام؟ طب لو انت شغال ستار هيبقى التلاتة في سكوير دي تلاتة، الفي سكوير دي اعتبر ان دي جذر تلاتة في جذر تلاتة، فدي هتعتبر دي في لاين، واحنا قلنا الفي لاين بتساوي في فيز، فانت يعتبر هتبقى دي ايه؟ هتتشال، فتعتبر دي ايه؟ هتبقى في فيز بس، تمام؟ ده انت لو شغال ايه؟ ستار. شغال دلتا، لا التلاتة هتفضل موجودة لأن جهد الفازة مش هو جهد الايه؟ اللاين، تمام؟ فالتلاتة هتفضل معاك ايه؟ في ايه؟ في الدلتا. طيب المهم انت عارف الدلتا ليه؟ عشان خاطر بتبقى أقل، بنوصله دلتا. طيب بيبقى فين بقى الكباستور بانك ده؟ بيبقى في المنشآت، عارف انت لوحة الام دي بي، بيبقى في سل من السلات اللي انت حضرتك كنت شايفها كده، كان مجموعة سلات، بيبقى في سل هنا كده بيبقى فيها الكباستور بانك، بيبقى متوصلة بتبقى موجودة هنا كاباستور بانك، تمام؟ طيب يهمني في هنا القانون ده، القانون ده واحد زميلنا قال له اثبته، اللي هو القانون ده اللي فات ده، بس عشان انت تفهم بس ليه موضوع التلاتة بس، يعني دي حاجة نظري ما لهاش علاقة يعني، بس ده مهم انت عشان تحسب الكيو سي. انت عارف اصلا انت لو شغال هنا على باور فاكتور معين فانت عندك رياكتيف باور معينه، ولكن انت لو حطيت قيمه السي فالايه الباور فاكتور الزاويه بتاعته بتقل، فبالتالي الباور فاكتور بيزيد لانها كوزاين، ف
عندك الرياكتيف باور بتقل. طيب هتطرح الاتنين مع بعض اللي هي دي ناقص القيمة دهية، فتجبت قيمة الكيو سي اللي هي القيمة دهية. تمام. طيب في جدول هنا كده، ده معمول عشان خاطر بدل ما تروح تجيب التان قيمة السيتا تان قيمة السيتا، لا احنا ايه بنروح، ايه بنروح حضرتك الجدول هنا بتروح شايف دلوقتي انت عايز الاكشوال موجود اهو، قيمة الاكشوال بتشوف انت الاكشوال باور فاكتور كام، وليكن مثلا الباور فاكتور كان 65. تمام. بتلاقي قيمة التان ايه التان تلاقي محسوبة ايه قدام، تروح حضرتك ايه حاططها. ده الكيو سي اللي كانت الاولانية واحد، ودي الكيو سي التانية اللي بعد التحسين. تمام. طيب بعد كده انت عايز توصل لكام؟ عايز اوصل مثلا ل قيمة مثلا 95 زي في المثال ده، بتروح حضرتك نازل كده 95 وتروح نازل ايه جايب الايه قيمة التان اللي انت حضرتك ايه عاوزها. تمام. وبتبدأ تطرح الاتنين من بعض، تحط قيمة القيمة دي هنا والقيمة دي هنا، فيديك على طول ايه الفاكتور ده هو بدل ما تحسبه كده. كده الباور ما بيتغيرش، اول باور بتجيبه هو ده اللي ايه باور ثابت بس كده. فانت هنا كده قدرت ايه تحسن الباور فاكتور مثلا من 65 وصلته ل 95.